ربع مليون شخص ببدلوا مفصل ركبة بهذه الدول هاي. فالعب صير انه الشخص الكبير بالعمر يلي بصير عنده مشكلة خلاص بالنسبة له انتهى الموضوع، انا بطلت احسن امشي طبعا. وبتطور الموضوع بعدين بصير صرنا نشوف ناس على كرسي متحرك مع ان هي ما فيها شلل. يعني كلنا بنعرف قديش مهمة الحركة بالنسبة للشخص الكبير بالعمر. طيب شو الحل؟ هل ممكن يكون في حل؟ ممكن كثير في يكون حل، والمهم مصدق هالشي هذا نجرب معنا هالتمارين. لو كان الوزن هو سبب لانه مفصل ركبه يصير فيه مشكله، فالاحرى انه الخشونه تصير مفصل قدم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عدنا لمشكله مفصل الركبه. طبعا موضوع مؤرق وموضوع يعني ما بخلص اذا قد ما حكينا عليه. عبارة امبارحة كنت معلومة انه المانيا البلد الرائد، طبعا انا مقيم في المانيا ولاني هيك قريت عن البلد اللي انا فيها، والمانيا هي البلد الرائدة عالميا على مستوى عمليات تغيير مفصل الركبة. يعني اكثر عدد تغيير مفصل الركبة عم بصير في المانيا. المانيا النمسا وسويسرا ثلاثتهم مع بعضهم هالدول هي بصير فيهم 250 الف عملية تبديل مفصل الركبة سنويا. ربع مليون شخص ببدلوا مفصل ركبة بهذه الدول هاي. فالموضوع جدا كبير يعني، واللي متوقع انه الطب برا باوروبا مثلا او بامريكا متقدم اكثر لازم يعرف انه مثل ما قلت لكم اكثر عمليه تبديل مفصل ركبة هو في المانيا. معناتها هاي المشكله، هاي مشكله مفصل ركبة ما في لها حل. تبديل مفصل هذا مو حل، هذا لا يعتبر حل. نحن ما لنا سياره تخرب فيها محرك بدنا نبدله. نحن بشر، ما لنا رجل آلي. رجل الآلي إذا تعطل فيه أي شيء ممكن واحد لازم واحد يبدله أصلاً، ما في إمكانية إنه يتصلح. ولكن نحن البشر لازم نفكر بطريقة تانية. وعلى فكرة طريقة التفكير طبياً إنه الشيء العضو الذي صار فيه تخريب لازم يتبدل صار بسبب إنه الطب هالتطور هذا طبياً صار وقت التطور الصناعي، يعني صار بنفس الفترة تقريباً. وبالتالي كتير أفكار من صناعية دخلت مجال الطب وهذا واحد منهم. يعني بدل واحد ما يدور على الأسباب يدور على إمكانية إنه ممكن شيء يترمم قال لك لا ما بدل المفصل وانتهى الموضوع. وطبعا بلد مثل ألمانيا عبصير فيها الشغلات هي كلها لأني عندهم تأمين صحي، وتأمين صحي بدفع كل شيء. يعني المريض أحسن ما يوجع رأسه ويدور على حل، وأصلا الدكتور نفسه عبقول له ما في حل بروح بدل المفصل وانتهى الموضوع. ولكن نجي بقى على دولنا العربية. نحن المشكلة بدولنا العربية أول شيء إنه كل شيء اسمه طبيا عملية تغيير مفصل دكتور غالي، الناس عم تدفع فلوس كتير. طبعا مو كل الدول العربية ولكن معظمها هيك. فالعب صير انه الشخص الكبير بالعمر يلي بصير عنده مشكلة خلاص بالنسبة له انتهى الموضوع، انا بطلت احسن امشي طبعا. وبتطور الموضوع بعدين بصير صرنا نشوف ناس على كرسي متحرك مع ان هي ما فيها شلل. يعني مشكلة الشلل ما موجودة عندنا، وانما الام مفاصل عم تخليها تقعد على الكرسي. وكلنا بنعرف قديش مهمة الحركة بالنسبة للشخص الكبير بالعمر، للوالد للوالدة قديش الحركة مهمة. لأن كل ما كبر واحد بالعمر كل ما أصلا صار ضرورة أكثر الحركة. فنحن إذا علقنا مشكلة ألم مفصل الركبة على سبيل المثال وبطلنا نتحرك لأني عنا ألم، معناتها نحن يعني دمرنا حالنا يعني في أسرع فترة ممكنة. يعني سرعنا الدمار، سرعنا أنه نقعد على الكرسي المتحرك، سرعنا بشكل كبير. طيب شو الحل؟ هل ممكن يكون في حل؟ ممكن كثير في يكون حل، والمهم مصدق هالشيء هذا نجرب معنا هالتمارين. رح نرجع نعمل التمارين المعروفه اللي بنعملها دائما نحن بطريقه نشرحها بطريقه بسيطه هادئه للوالد الوالده، كل واحد فيكم يحاول يساعد. طبعا الطرق هاي اللي عم بحكيها انا عم بركز على موضوع الوالد والوالده لان هدول اكثر ناس بالنسبه لهم انه انا كبرت بالعمر وصار عندي الم ركبه هذا شيء طبيعي، وانا بدي اغير هالمفهوم هذا، بدي اغير هالنظره هي تبع العمر له علاقة بالألم. ولا يجي حدا يقول لي كمان وزني ثقيل. كثير ناس بتكتب لي أنا عندي مشكلة بالركبة وأنا على فكرة وزني زايد. لو كان الوزن هو سبب لأنه مفصل الركبة يصير فيه مشكلة، فالأحرى إنه الخشونة تصير مفصل قدم. مفصل قدم أصلاً حامل وزن أكثر من مفصل الركبة على كل دوسة عم نستعمله. إذا الوزن بالفعل مؤثر لهالدرجة هاي فالمفروض الخشونة تبدأ بمفصل القدم. مفصل القدم ما بصير فيه خشونة، نادراً يصير فيه خشونة. معناتها مشكلتنا مفصل الركبة شيء ثاني. هلا مش عمالنا نقعد نناقش كتير السبب وإذا في حل أو ما في حل وفي ترميم، ليش ما نجرب التمارين هاي؟
خذوا هالتمارين هاي اسبوعين ثلاثة أربعة، كل واحد عندكم مشكلة بمفصل ركبة يجرب معنا هالتمارين هاي يوميا مرتين أو ثلاث مرات حرفيا مثل الشرح. حاول أشرح أنا بطريقة هادئة بطريقة مفصلة حرفيا مثل الشرح. نعمل هالتمارين هاي كل يوم ثلاثة، خذوني على دعالي وجربوا هالتمارين معي، وإذا ما حلت مشكلتكم معناتها مشكلتكم شيء تاني، معناتها مشكلتكم لازم تدوروا على حلها. ولكن ما حدا يستسلم ويقول لي أنا كبرت بالعمر ولا وزني زايد وصار عندي هالمشكلة هاي. خلينا نروح على التمارين. التمرين الأول مر عليكم هالمرة، ولكن راح نشرحه اليوم بتفصيل، تفصيلات صغيرة مهمة جدا جدا بتعمل فرق كبير بالتمرين أو مفعول التمرين. أول شيء مثل ما شايفين الركبة راح تكون مرفوعة على الأرض، مرفوعة بهالدرجة تقريبا، خلينا نقول تقريبا 10 سنتي. هل الزاوية هاي شايفينها هيك مع الأرض؟ هي بداية التمرين. الخطوة الثانية هي هالمنطقة هي اللي هون، منطقة الحالب، خلينا نقول حالب ما شايفين هلا، هو بشكل عام مرفوع عن الأرض، شايفينها اللي عم تدخل لجوه. هي المنطقة ما بصير تكون مرفوعة عن الأرض. فنحن المريض منشطح هيك بهالوضعية هي، ناخذ رجله بس شيء خفيف شيء بسيط هون، ونحاول ننزل هالمنطقة هي على الأرض. ولكن ضروري تنزل على الأرض بدون ما هو يميل هيك، مثلا ما بدنا هالميلة هي هيك، وانما جسمه راح يكون بنفس المستوى هذا بشكل مستقيم. يعني اذا واحد طلع عليه من فوق بشكل مستقيم ما في ميلان يمين او يسار، بدنا نحاول احنا نضغط على المنطقه هي هيك شيء بسيط، بحيث انه شوفوا ايدي بطلت تدخل، برفع ايدي تدخل لجوا، بنزلها بطلت تدخل. ضروري هالحركه. انا راح اجي هلا بالطرف الثاني يمكن احسن. ركزوا معي، اعتبروا حالكم انتم اللي عم تعملوا تمرين للشخص المريض. هالمنطقه هيك نضغطها، شوفوا الاجر لسه ما رفعنا، ما عملنا فيها شيء، رفعناها تقريبا 10 سنتي عن الارض. ارفعوها باي طريقه بدكم اياها، اذا عندكم هيك شيء او اي شيء ثاني ارفعوها عن الارض 10 سنتي. الخطوه الثانيه بنحط ايدنا هون بحيث انه ما تدخل لجوا، شوفوا اذا رفعتها دخلت ضغطت بطلت تدخل. الخطوه الثالثه والاهم نبدا بقى بناخذ هي لهون، بغض النظر بغض النظر وين بقول المريض انا هون خلص صار عندي شد، ما بقى احسن شد بصير طبعا بالمنطقه الاماميه كامله لعند الحالب، بكل هالمنطقه ممكن يصير شد، ممكن يتركز شد فوق الركبه، ممكن بالوسط، ممكن فوق، بغض نظر وين انا ضاغط هيك وعم برفع. الوالد قال لك هون مثلا خلص انا صار عندي شد فظيع، خلص بنثبت هيك بنضل دقيقتين ونص كامله. طبعا يفضل انت كشخص عم تساعد وزن جسمك كله تحطه هون، تضغط هيك بوزن جسمك بحيث تضمن هالمنطقه هي كلها ما عم تتحرك، وتبدا تنزل. خلص هون اكثر منطقه هيك مثلا، هيك مثلا، لا تحمل ساعتها هيك مو خلص، بنثبت هيك بنضل دقيقتين ونص. ضروري الهدوء اثناء تنفيذ التمرين، يعني بدون حركات فجائيه، لان في ناس ممكن هون تصل ما تتحمل اكثر، في ناس هون ما تتحمل اكثر، وفي ناس ممكن لهون مثل ما شايفين. ولكن انا وين ما وصلت على اي منطقه هيك بثبت هيك بضل هيك دقيقتين ونص كاملات، نعير الساعه دقيقتين ونص كاملات بنرجع مره ثانيه ومنكرر التمرين هذا. طبعا بنشيل هاي بكل هدوء، دائما هدوء، دائما بدايه التمرين اثناء التمرين ونهايه التمرين دائما بكل هدوء. دقيقتين ونص مرتين او ثلاث مرات يوميا، طبعا بين كل تمرين وتمرين ست ساعات تقريبا، فممكن اثناء النهار نعملهم ثلاث مرات كحد اقصى. ولكن ضروري ننتبه نسمع نحكي مع المريض بشكل دائم. قديش الالم؟ شد قوي؟ طبعا الشد لازم يكون قوي، لازم يكون في شد موجود في العضله ولكن محمول، يعني اذا اثناء التمرين لازم نحكي مع المريض، نحن نساله اسئله مثلا حسين يجاوب عليها بشكل طبيعي، ما يكون والله عرقان وشادد حاله ومتشنج كله، وانما لازم يكون اقل يعني قبل هالمرحله بشوي، قبل ما يعرق ويبدا يتشنج بشوي، هون بدنا اياها نحن. اعتبروه دواء، فالدواء ما بصير ناخذ جرعه خفيفه كثير ما نحس فيها، ولا بصير ناخذ جرعه كثير تكون قاتله، بدنا شيء الجرعه المناسبه، الجرعه المناسبه هي انه الشخص حاسس بالشد العضلي جد، حاسس فيه بشكل منيح ولكن بشكل محمول، بتحمله دقيقتين ونص بشكل مرتاح. هلا التمرين اللي بعده دور على الطرف الثاني. طبعا تمرينين على الارض، ممكن اذا شخص كبير بالعمر نعمله مثلا يشطح على ديوانه، يشطح على تخت مثلا، الافضل تكون الارضيه ثابته، ولكن اذا ما فيها الامكانيه هي شخص كبير بالعمر صعب ينزل على الارض، ممكن كبدايه نعملهم اول شيء على تخت على شيء، ولكن مع الوقت بس خف الالم ببدا الشخص بنزل على الارض وما بضل في عنده اي مشاكل. التمرين الثاني رح نعمله مثلا لهالطرف هذا، ضروري كمان هالمنطقة هي تكون على الأرض، هالمنطقة ما بصير ترتفع عن الأرض، يعني موجودة على الأرض، وبناخذ هالرجل هي نحن هي مثلا هيك. الأهم شيء في هالتمرين إنه الرجل من هون عند الركبة من عند مفصل الركبة تكون مستقيمة، يعني مشدودة كامل، يعني ما بصير يكون فيها هيك هالتنهيد،
ولا واحد ولا حتى مليمتر واحد ما بمسكه فيها بتني. فنحن بدنا قدر الامكان بدون ما نضغط على المفصل اذا واحد عنده الم بدون ما نضغط، وانما بس نثبت هون ايدنا بحيث نتاكد انه هالمنطقه هي مشدوده بشكل كامل الرجل، ونبدا بنرفعها. طبعا افضل انه الطرف الثاني ما يرتفع عن الارض انما يكون ثابت على الارض، فممكن المريض نفسه مثلا يثبت هالطرف هذا هيك بحيث ما يرتفع، ونحن بنبدا بنرفع هون. طبعا مثل برجع بنبه انا ما عم بضغط هون بايدي، ما عم بضغط، ما عم بسبب ضغط، وانما بس امان انه هالمنطقه انه الركبه مشدوده، ونبدا بنرفع. بس يقول لي المريض انه صار هون حس بشد تقريبا، بدي يعمل لي حس شد. طبعا في ناس ممكن هون يبدا الشد، في ناس هون، في ناس تطلع الرجل لهون، بغض النظر وين ما بحس عنده صار شد بنتهى موضوع رفع الرجل عن الارض. هي المرحله الاولى. المرحله الثانيه انه ناخذ اصابع القدم، اصابع القدم، وبدنا اياها تتجه باتجاه الركبه، اصابع القدم يعني بدنا نسحبهم هيك بحيث كاني بدنا الاصابع تتجه باتجاه الركبه. طبعا هون ببدا بقى الشد القوي، ومجرد ما قال المريض الشد صار قوي جدا مثل الشد اللي قبله، يعني يا دوب محمول ولكن محمول، بنثبت هيك بنضل دقيقتين كاملات، دقيقتين ونص كاملات، بنرجع بأقل من هدوء وبننزل القدم وبننزل القدم. وهدول التمرينين بنكررهم يوميا مرتين لثلاث مرات، مره على البطن رفع القدم لفوق، مره ثانيه على الظهر نرفع هي القدم بهالخطوات. اعملوا هالتمارين بهالخطوات بكل هدوء، شوفوا الفيديو بكل هدوء وكرروا هالتمارين هي بكل هدوء بالتفصيل تماما حرفيا مثل ما شرحت لكم اياهم هون. وواظبوا عليهم اسبوعين ثلاثه، اذا صار الم اول فتره صار الم بسيط بتكونوا ممكن تكونوا عم تبالغوا بالتمارين، خففوا شوي التمرين، معلش، ولو خففنا الجرعه اكثر من لازم مبدا بالبدايه معلش احسن ما نبالغ فيها، يعني تخفيف الجرعه احسن من المبالغه فيها. واستمروا هيك فتره منيحه، اسبوعين ثلاثه اربعه، وقيموا دائما كل اسبوع قيموا الحاله، اسالوا المريض شوف كيف الوضع هلا، خليه يجرب شغلات كان يعملها كانت تألمه ركبته فيها، هل الالم خف؟ مجرد يخف الالم، بس المريض قال خف الالم ما ضل يروح يخف، معناها انتم على الطريق الصحيح. العلاج او الشفاء التام بيختلف من عمر لعمر، بيختلف من جسم لجسم، فممكن شخص بعد اسبوعين يختفي الالم عنده، ممكن شخص يحتاج شهرين، ممكن شخص يحتاج ست شهور. واظبوا على التمرين هذا مثل ما قلت لكم، مجرد ما يخف الالم معناته انتم على الطريق الصحيح، كملوا فيه ليختفي تماما. وادعوا لي ويعطي